مش قادر يجلس. فقعد زمايله وضعوا الصبح الساعة 8 راحوا ضربوا البصمات وقالوا ان الفيلم مشتغل. المطلعين دخلوا من على الصحراء والغرب دخلوا يدك شوية جوه بعد بنزين على علو الصحراء بشوية لقى أربع عربيات طفوا أربعة فيه ونزلوا ونزلوا قضوا مطايقوا عن خدوا المصريين تقدموا الشهادة أو تنضرب بالنار قالوا إحنا هنموت شهادة فعلا ضربوهم بالنار كل الرصاص دخل من هنا وطلع من هنا لهم كله طلع عينين صغيرين تغبوا فداهم من الحادث طلعوا يجروا للكمين بره بنزين لقوا بتاع بنزين بتاع الكمين ده اللي ما احنا لناش دعوه روحوا بقعدوا في البنزين استريحوا شعب انا مش عارفين نعمل الاجراءات العيال والله طبعا دول عيال اطفال بعد كده الجسامين رحنا مستشفى مغار مستشفى طايبه مستشفى مطايعه جبنا اوسخ معامله مستشفى وطاي العام طب ما يغسل الجسامين عامله من الامن عامله بعد كده مفيش لا مش اوادم لا ولا ميه ولا حاجه ولا ميه ولا حاجه المسؤولين حتى الكبار هم احنا دلوقتي عايزين حق الناس دي عايزين حق الناس دي الرئيس السيسي جاء شوف والجيش خش مات وضرب الارهاب دول وبعينه في نقط فيها خلل في امن في خلل المنيا بالذات والحافظه كلها اي نعم الراجل ما جصحي بس المنيا فيها خلل فيها مفيش بقى اهتمام من الحكومه راجل خش عنده يبدو خلالين يخلصوا على الناس دي كلها واحنا رحنا شفنا مكان الحادث هم مسويين عاملينها من امبارح مدبرين عشان يموتوا الناس دي داخل من هنا من الجلد من هنا كل واحد واخد طلقتين مفيش واحد واخد طلقه واحده قال لي واحد واخد ثلاث اربع طلقات على طول يعني زي ما شافش اخوه انا اللي كيف اللي جاي واخد ثلاث طلقات المخ بتاعه طلع من راسه وانا قدام ثلاث طلقات طلقه في دماغه طلقه في صدره طلقه في رجله هو سال بيقول للراجل السواق المرحوم عايد بيقول له هات بطاقته قال له لا ده اللي خدوا بطايق بدون ده ده جابوا مسلمين راح ضربهم على هذا الهوية هم اللي هم عيل جد ده بالظبط هو اللي هرب هو ده ابوه فداه بالرصاص وهو تحتيه هو تحتيه خد عربيه ركب عربيه حد الطريق وقال للظابط يا باشا في كذا كذا بس هالشيء حد السائق ولا حد السائق في الكاميرا ولا طريق على فكره